استقبل الشبيبة الساورة ضيفه مولودية وهران وعينه على اقتناص فوز يقربه من فرق الصدارة. ولم ينتظر الساوريون أكثر من 5 دقائق ليهدد مرمى الخصم برأسية زايد التي مرت جانب القائم بقليل، فيما كان رد الحمراوي سريعا عبر بنتيبة بتسديدة متقنة تصدى لها جميلي بطريقة رائعة. إصرار الثورة على التسجيل لم يفلح مرة أخرى، والمهدر هذه المرة مصطفى جليت. شوط أول انتهى كما بدأ، وجمهور غفير ينتظر ما سيحمله الشوط الثاني. 10 دقائق عن المرحلة الثانية، والخبر السعيد لأنصار الثورة زفه حامية بتوغل رائع مفتتحا باب التهديف وسط فرحة كبيرة على المدرجات. مولودية وهران لم يفلح في كل هجوماته في تعديل الكفة، فيما كان هجوم الثورة الأخطر في معظم فترات هذا الشوط، فلا زايدي ولا بورديم استطاع مضاعفة الفارق، إلى أن جاءت الدقيقة 88 لتعلن عن الهدف الثاني للثورة عبر البديل ساعد، هدف ثان أمن به الفوز ولينفرد فريق الثورة بالمركز الخامس في انتظار باقي المباريات.